انا رشيد الحربوي من مواليد 64، ولد مرسى، مولود في مرسى. مهنتي بحار اكتويلمون، قبل كنت دي جي عندها مدة، كنت نعيش في الغربة. انا ملي تخلقت نلقى روحي في البحر، في الماء، وعايش مع الماء وعايش مع البحر وعايش مع الطبيعة. اما انا اتقطعت على البحر وما في، بعدت على البحر من عمري 16، رجعت عمري 45 عام، وتو رجعت معنا بلادي ولداري، وشديت عملت فلوكة وعملت شباك وعملت الدنيا وبديت نتعامل مع البحر. وقت انا واحد انا من الغربة، فهمت كيف؟ وليت عملت دين وساقين وعملت فلوكة وعملت طرف شباك، وبديت بشوية بشوية وبديت نحاول نخدم، فهمت كيف؟ نعيش من البحر، يعني نحكي لك معناها، مش معناها تو ما عندي حتى ريسورس كان البحر وربي. وهنا تو نحن اخويا مواصلين هنا نخدموا، مرة هكا ومرة هكا، مرة فما مرة ما فماش، مرة ما فماش جملة، مرة تتفرد عليك كلمة جديدة 10-15 يوم تحل معاك وتولي تخدم شوية كذا كذا، وبعد تجيك كنو هذيك المعروفة ترتحك 10 ايام بترف فلوس اللي تصورهم انت فكل 15 يوم وفارح بهم، تجيك 10 ايام راحة تلقى روحك صربتهم ومنعاود متعاود من الاول جديد. معناها نحنا نبداو نخدمو نحنا كبحارة، معناها نخدمو من مواد مارس، من الربيع الميسرة متاع السيبيا حتى الماء آخر ماء، بعد وفات السيبيا وفات الخدمة تقعد تلقط، تفهم فيك كيفاش شنو معناها تقعد تلقط. كل مرة ترمي شباكك ما عادش فهمك اللي كونتيتي بتاع المدخول يوميا نفسه. كنت تصور مثلا نقولوا نحن جات الميسرة بتاع السيبي تصور في 100,000 في النهار، جاء مي اخر مي تولي تصور في 40، الجمعة تولي تصور في 25 في النهار، بعد ما عادش تصور منهم جملة، تولي تلقط في اي حكاية في البحر، فماش ما عادش تعمل على السيبي، تولي تهبط شباك اخر، نوع اخر بتاع شباك بتاع حوت باش تحاول تسقط. زوز خدامة نحكي لك راه، مش واحد وحده، راه زوز خدامة يهبطوا 5 متاع الصباح يخرجوا 9 متاع الصباح، معناها فهمت تعب وشتاء والبرد والريح والدنيا والعالم متعدي على ظهورك وما بتخول حد شيء وما فماش حتى معناها انا مثلا فما ناس معناها عندهم اوراق اللي هما بحارة وعندهم ليفريات هكا الدولة ساعة ساعة تعاونهم، اما انا مثلا ما عنديش شيء، ما عنديش لا ما عنديش معناها تيتر تاع بحار، بحار تيتر تاع بحار ركبته روحي اوبليجي عليا، فهمت كيف؟ اما ما عنديش اوراق تثبت لي انا بحار، فهمت يا خويا؟ عايش معناها نهار بنهارو، وهذيك هو البحر، معناها ما فماش حاجة معناها يقول لك بحار وفلوس وفلوكة وشباك يخدم ولا فماش، أون بليس حتى الحوت تقطع تقطع، ما عادش فما حوت، وما عادش فما قرنيت، وما عادش فما سوق. قبل نعبت أنا صغير تبارك الله مبيت 4 خيوط قدام الدار تشد كعبة دورادة هكا، وكالقرنك والحنشة كيفاز طولها 2.5 متر، نشدهم كنا قاهم كل في اللمسونات واحلين توا، وكان تخلط على كعبتين شلبة راك سلكت، فهمت يا خويا العزيز؟ معناها ما عادش فما ما عادش عندنا حد شيء، ما عادش عندنا حد شيء، ما فما حتى إعانة، ما فما حتى سوبور، ما فما حتى أدنى شيء اللي بحار يحس في روحه محمي، ما فماش حماية. فيما يخص فقدان الحوت في البحر، من التلويث، من التلويث للبحر اللي الناس تجي من برا وتصب في وسخة، سمحني على الكلمة، يعني تصب في وسخة وتصب في الليسانس وتصب في المتفرغ في اللحوم انت المزوط وتوزع في السخط كل عنا في تونس، والبلاستيك والدبابز الفارغين والبلاستيك واي تلويث معناها موجود في نحكيو معناها تي حتى يخو كسكروت، شيك كسكروت في البيتيش الواحد في الماء،
طيش في البحر، والناس تشرب الطيش في الدبابز. مش معناها كل شيء، حتى الدخان، حتى الدخان اللي طيش البونتا بتاع سيجار، البونتا هذيك في 4 متر كاري تقتل الحوت الموجود. تينا ساعة ساعة نرمي شباك، اقسم بالله العظيم. اش فاش شنو نطلع؟ كله شكاير بلاستيك، حكوك يا غرت، الدبابز، ترونش متاع لوح، ترونشات متاع قصب، اكثر حاجة شكاير اللي نشدها في الشباك. حتى اصحابي يقولوا لي هاك نظفت البحر، ونعدي ساعتين انا نخرج بالشباك للبحر للرمل، نهبط الشباك نقعد فيه ساعتين من وقتي باش نحي كل وسخ من الشباك متاعي، ونلقى شي حوطه فيه ما فهمش.